صباح الخير لكل مشاهدي ام تي في الايف، بتمنى تكونوا عم تمضوا اسبوع حلو مبلش بنشاط وصحة اكيد. اليوم موضوعنا بيئة سمارت مع رندا فهد هو الحمية الغذائية بلا جلوتين. بونجور رندا. بونجور، كيفك؟ كثير منيحة. في كثير ناس ما بيقدروا ياكلوا جلوتين، فاليوم رح نحكي مخصصين هذه الحلقة كرمالهم، بس بالاول رح نبلش بخبريت اليوم، وعندنا سؤال كمان وصل من المشاهدين رح تجاوب عليه. اكيد اليوم من نهار حافل، لانه اليوم من نهار الثاني. رح اذكر المشاهدين فيهم يتابعوني دائما على الانستغرام رندا دنيا فهد او على الفيسبوك بيج ار دي اف، تحطوا لايك بتصيروا عم بتتابعوني. مثل العاده كمان نحن عم ناخذ كل هالاسئله بجاوب عليها انا خلال الانستغرام والفيسبوك، بس عندي دائما سؤال بحب جاوبه على الهواء التنين. واليوم السؤال اللي انسالني اكثر شيء هو على الخبز. اي خبز انت بتنصحيني رندا؟ هل هو خبز القمح الكامل ام الشوفان؟ هلا طبعا لكل انسان عندنا بدنا ننصحه بالخبز حسب هو حاجته، فاذا نحن ما فينا نحكي بالمطلق، بدي احكي كل انسان حسب حاجته، بس لانه السؤال كان محدد بين القمحه الكاملة أما الشوفان، أنا اللي بدي أقوله إنه خبزة الشوفان هي بتحتوي تقريباً على أو نصها أو 30% شوفان أو 20، حسب كمان من وين نحن جايبينها، بس في أشخاص بخمنوا إذا عم ياخذوا الشوفان يعني ما عم ياخذوا أبداً قمح. بدي أقول لهم إنه معظم الوقت خبزة الشوفان تحتوي على القمح. والخيار اثنيناتهم منيح، بس كمان بدي تنتبهوا إنه خبزة الشوفان هي حبة شوفان أثقل ثقيلة، وخبز الشوفان اوقات ما بيفتح، فانتوا وقتها تكونوا عم تاخذوا الابعه بتكونوا بالحقيقه عم تاخذوا رغيف. اوكي. فهون كمان بتختلف الكميات، لكن النتيجه انه اثنيناتهم منيح حسب انتوا شو بدكم، بس انتبهوا من خبزه الشوفان لانه فيها قمح، ولانه كمان هي شوي بتبقى اثقل لانه الشوفان اجمالا خبزته ما بتفتح، بتكونوا عم تاكلوا وبتكون اسمك بتشبع اكثر يعني بطبيعه الحال. طبعا بطبيعه الحال، فهون كمان واحد كيف بده يشبع زياده، بده ياكل اقل، عم يعمل حميه غذائيه ليضعف، مشان هيك لورا حسب الانسان هو شو حاجته. طبعا هي كثير منيحه للقلب الشوفان، الشوفان منيح كرمال السكري، بس كمان القمح الكامله هي صحيه للقلب وصحيه ل يعني هون منيح التشكيل، يعني مره هيك مره هيك كمان يلي مش غلط، ومنيح كمان يعني كل ما نكون عم نقطع الشوفان باكلنا. هلا فينا نقطعه مش ضروري من خلال الخبز، فينا نعمل كمان الشوفان نكون عم ناكله مع الحليب، فهون الاشخاص منيح التنويع، اثنيناتهم صحيه. في يكون انا بحب وحده على حساب الثانيه لانه هي بحبها اكثر، فاثنيناتهم صحيه، بتختاروا اللي بدكم ساعتها. رح ننتقل للخبريه تبع اليوم او الدراسه يلي طلعت جديد وانت مطلع عليها. اليوم نحن دائما بنحكي على ونخاف من الالزايمر، مرض الخرف، الديمنشيا، انه عن جد نكون عم نخرف. هيدا مثل ما بنقول كلنا عنا هالهيس، صار هوس العصر هيدا 100%. فبالنسبه للاكل وبالنسبه لشو اللي هو عم ياثر على الدماغ، أكيد دراسات بتبين إنه كل الأكل اللي هي ضد الالتهابات هي رح تساعد. طب خلينا ناخد نشوف هالدراسة اللي أخذت الجهة الثانية، الأشياء اللي هي بتسبب التهابات شو عم تعمل بالدماغ؟ سو الأشياء اللي هي بتسبب التهابات عم تخلي حجم الدماغ يتقلص يصغر، عم تخلي المنطقة اللي هي بنقولها الجراي ماتر اللي هي تخلينا نركز ونستوعب ونتذكر الأشياء كمان عم تتقلص، وكمان وقتها نكون عم يكون عندنا التهابات بالجسم اللي عم يصير كمان إنه الشرايين الدماغ عم تتجرح. فاذا هون شو هن هيدا هيدا على مدى العمر عم نحكي، هيدا على بس مدى على كبر 100%. وهيدي الدراسه اللي عم بحكي عنها تاخذت خلال 7 سنين، واجمالا الاشخاص اللي عملوا الدراسه عليهم كانوا بعمر 62، يعني بلشوا بعمر 62 وكملنا خلال 7 سنين. هلا شو هن الاشياء اللي بنقول لهم برو انفلاماتوري اللي هن عم يعملوا هالالتهاب؟ بالنسبه للاكل اكثر شيء برو انفلاماتوري هو الدهنيات المشبعه، الدهنيات الترانس، كلنا بنعرف هالشيء، ولكن تناول زيادة الأكل. فإذا أنت حتى شو ما أكلتي كثير منه، هذا رح معقول يسبب التهاب بالجسم. أوكي. كمان شغلة، إذا كمان أخذنا شيء فيه كوليسترول أو علي الكوليسترول عندنا، هذا الشيء بيؤدي للالتهاب. وكمان أكثر من هيك المفاجآت إنه الحديد والفيتامين بي 12
اذا كانوا كتار بقلب جسمنا هول معقول يقدوا التهابات. يعني اوقات بتشوفي انه الاشياء اللي هي بنخمنها انه منيحه، نحن ما لازم ننقص عنا الحديد، ما لازم ننقص البي 12 كثير منيح، بس كمان ما لازم يزيدوا. مشان هيك انا دائما وقت نحكي على السبلمنتس بقول لهم للاشخاص اذا عم تاخذوا سبلمنتس، هل انتم جسمكم بحاجه؟ هل بحاجه انتم للحديد؟ في نقص حديد؟ هل بحاجه للبي 12؟ اذا ما نكون بحاجه ليش عم تاخذوهم؟ فهون وقت يكون عندنا عم نكتر من هول عم يصير في التهابات بالجسم، وخصوصا برجع بقول التهابات تجي من الاشياء اللي بتعلي الكوليسترول ومن الترانس فات والدهنيات المشبعه. فهول ما بدنا نكون عم ناخذهم بكميات كبيره، بدنا نرجع للاشياء اللي هي ما بتعمل التهابات، والاشياء اللي هي بعكس هالاكلات اما الفيتامينز اللي انا حكيت عنهم. فاذا بدنا ننتبه، وحبيت كثير هالدراسه لوجه ملاحظه للمشاهدين، بدنا ننتبه على بالنتيجه كميه الاكل اللي عم ناخذها، وننتبه على السبلمنتس اللي نحن عم ناخذهم. يعني والاعتدال بكل شيء هو بيضل اهم شيء. 100%. ننتقل لموضوعنا الاساسي اللي هو الجلوتين، للاشخاص اللي محرومين انه يقدروا ياكلوا جلوتين. اول سؤال بيخطر على بالنا هو وقتها نحن نشتري منتجات من السوبر ماركت او حيالله شيء بدنا نقرا على الليبل تبعهم، اوقات بيكون في مثلا اشياء جلوتين فري. هل هالشيء بيكون دقيق 100%؟ مفروض ايه. اليوم كنت عم نحكي على الخبز الشوفان وخبز القمح، بس حتى بين هلالين مين هن لا بيقدروا ياخذوا هيدي ولا بيقدروا ياخذوا هاي، هن الاشخاص اللي بدهم ياكلوا اكل خالي من الجلوتين، وخصوصا الشوفان. يعني بس هيك شغله بدي اقولها، لانه لورا بدي بلش بهيدي اللي بلشنا فيه وبعدين انتقل لسؤالك. فالشوفان مشان هيك انا كنت عم اقول لكم وقت تاخذوا خبزه الشوفان هي منا معموله بس من الشوفان، هي فيها قمح، واذا انتم ممنوع تاخذوا الجلوتين ما فيكم تاخذوا القمح. شغله ثانيه، ليه بنخاف من الشوفان؟ لانه الشوفان هو مزروع حد حقول القمح، واكثر شيء نحن هون بنخاف منه بقضيه وقت بدنا ناخذ جلوتين فري. اللي بده ياكل جلوتين فري عارف حاله شو هن الاكلات اللي فيها جلوتين، بس اوقات في جلوتين مخبى هو مش عارف فيه. فهون عندنا بالحقول الحقل اكثر شيء في الهواء ياخذ هالبارتس صغيره من القمح وتروح على حقل الشوفان، مشان هيك وقت يتقطف الشوفان معقول كثير يكون بيحتوي على الجلوتين. فهون شغله بدنا لهالدرجه ممكن ياذي الاشخاص يلي كثير كثير. والاشخاص هون اللي هن حتى بقلب البيت، انا نصيحتي اذا انتم عم تعملوا لكم اما عم تعملوا لاولادكم الخبز، ما يكون في اما الجاتويات اللي هي خاليه من الجلوتين، ما نفوت على المطبخ ابدا طحين في جلوتين ابدا، لانه كيف ما كان الهواء رح ينقل هالجلوتين ل يمكن محل ما نحن عم نشتغل، يمكن المواد اللي هي حدنا. هلا برجع لقراءة الملصقات الغذائية اللي هي كثير مهمة. هلا نحن الأشخاص اللي، واليوم هيدا كان محور حلقتي لورا، الأشخاص اللي هن عندهم مشكلة سيلياك عم بحكي، اللي هن عن جد أبدا ما فيهم ياكلوا جلوتين. هل الكبار معقول فجأة أعرف إنه يه أنا معي سيلياك؟ والجواب هو ايه، لانه هيدا مرض هو اوتو اميون، يعني جهاز المناعه هو اللي بيكون صار فيه خلل، وهالخلل خلل فجائي يعني بيكون صار بيجي خلل فجائي بيجي على كبر فجاه. هلا جينيا نحن معرضين له، بس في وفي يكون الولد هو صغير بين، وفينا جينيا معرضين له بين على كبر، وبين من خلال هالخلل مثل ما قلت الفجائي. هلا هون نحن اذا كنا كبار شو معقول نحس؟ مع الصغير الطبيب رح يعرف ما عم ينمى الولد، عم يكون عنده دائما نفخه، عم يكون عنده اسهال الى اخره. نحن ككبار اوقات لعنا اسهال ولعنا نفخه ولعنا اللي معقول يصير، معقول يصير في فقر دم كثير قوي، معقول يصير الاطراف الايدين والاجرين بنحسهم عم ينملوا على طول، معقول يصير عندنا اوستيوبوروسيس العظام عم تتفرفط بطريقه انه ليش نحن بعمر معين مش مفروض يكونوا. سو بيكون عندنا عوارض ثانيه، وهول عوارض معقول يكونوا عوارض لانه نحن عندنا مشكله بالسيلياك. هلا مشكله السيلياك اللي منيح فيها انه علاجها هو بالاكل، يعني نحن كل ما بناكل اشياء اللي هي جلوتين فري بنكون عم نصحح حالنا وما في دواء. هو يعني علاج ولا وقايه؟ هو علاج، ما علاج وقاية. يعني ممكن مع
الوقت الانسان يبطل عنده هيدي المشكله يصح منه؟ لا لا ابدا ابدا، هو علاج لمدى الحياه، بس ما انت منك مضطره تاخذي دواء ابدا. اوكي هلا، فاذا الجلوتين وين هو موجود؟ موجود بالقمح، موجود بالشعير، موجود بالمالت اللي هي عصير للشعير، موجود كمان بالتريتيكال، وموجود بالجودار الراي. فاذا هول الاشياء هن على الاكيد فيهم جلوتين. هلا من الاشياء الثانيه اللي بقراءه الملصقات بدنا نقرا، اذا قرينا الكاموت يعني فيها جلوتين، اذا قرينا السبلت يعني فيها جلوتين، دورم هو نوع من القمح اللي بنعمل منه المعكرونه كمان هون، هول يعني عم نحكي اشياء فيها جلوتين. فاللي تعرف هلا انه عنده مشكله السيلياك وبلش يتلبك، ما بده يتلبك، في عندي هول الاسامي اللي انا قلتهم بده يعرف انه هول بيحتووا الجلوتين. كمان عندنا خميره البيره اكيد بتحتوي الجلوتين. فاذا هي اول شغله، دائما هو عم يقرا الملصقات الغذائيه بده يقرا، وما بدها تكون ولا كلمه من هول اللي قلتهم. بس هو اجمالا المنتجات اللي ما فيها جلوتين بيكون من برا على كبير محطوط جلوتين فري عليها، بده يضطر كمان بهالحاله يقرا، حتى لو مكتوب جلوتين فري مزبوط بده يقرا كل التفاصيل من ورا. عندي شغلتين هون، اول شيء نحن اذا كانت الملصق الغذائي لنقول ما بعرف عم تشتري لحمه حطينا بعلبه وهيك، هي ليش بده يكون فيها جلوتين؟ يعني في عندك اكلات هن مش مفروض يكون فيهم جلوتين، او مثلا اشتريت عصير طازه هو مش مفروض يكون فيه جلوتين. فهون اذا بدنا نحكي للاف دي اي بتقول لك انه ما علينا نحط على هالملصق الغذائي جلوتين فري، لانه في اشياء ما يعني ليش بده يكون فيها جلوتين. هلا اذا انت اشتريتي شغله اللي هي شوفان مثلا، طيب الشوفان نحن قلنا هو ما في جلوتين، ولكن معقول الهواء يكون عم ياخذ من القمح؟ طب بركي الشوفان مزروع بمحل ما في قمح حده وتقطف بالطريقه المضبوطه بطريقه ما عرضته ابدا ليكون في جلوتين، لكن ما بيكون في جلوتين. بس نحن كيف بدنا نعرف؟ على الملصق الغذائي بيكون كمان مذكور هالشيء على الملصق. مزبوط، على الملصق الغذائي ساعتها بيكون مذكور جلوتين فري، ونحن لازم نأمن لهالشيء. فإذا كان مذكور جلوتين فري لازم نحن نأمن له، لأنه حتى هن بمأكولات معينة بقادرين يشيلوا الجلوتين منها وساعتها يوفروا لنا إياها. هلا إذا مكتوب على الملصق الغذائي ويت فري يعني بلا قمح، منا يعني جلوتين فري، لانه اذا منشيل منها الويت معقول يكون في جلوتين من مصدر ثاني. عرفتي؟ فهون بدنا نقرا الكلمه اللي بدنا نقراها هي الجلوتين فري. هلا اوقات مثلا بنلاقي بمحلات ما بنتوقعها، مثلا بطاطا ما في جلوتين، فاذا بطاطا الشيبس ليش اوقات بيكون فيها جلوتين؟ لانه دائما البهارات اوكي او معظم الاوقات البهارات معقول كثير تحتوي جلوتين. فاذا اذا انا عندي اما اذا محطوط لها فينيجر مثلا، عرفتي؟ فاذا او خل. اذا البطاطا تشيبس العاديه مبدئيا هي ما فيها جلوتين، ولكن اذا محطوط لها بهارات اما محطوط لها خل لازم نحن نكون عم نقرا على هالكيس التشيبس انه مكتوب عليه جلوتين فري. معقول كثير بمحلات بيبقى الاكل اللي عم نشتريها ما فيها جلوتين، نحن عارفين هيك، بس بالملصق من تحت كاتبين شيء اسمه الالرجنز، يعني شو الاشياء موجود فيها شيء معقول يسبب حساسيه. يمكن يكون مكتوب بيناتس، اوكي فستق ماشي الحال، بس كمان يمكن يكون فيها قد تحتوي، هيدا بالعاده قد تحتوي مضبوط بنشوفها على طول. فهون شو ما كان بدي اقرا بتحت شو هو القد تحتوي، سو هل قد تحتوي بذور تريسس بيقولوا شقف صغيره من القمح، لكن هون بدنا نكون عم ننتبه لهالشيء. هيدا هو القد تحتوي، هو الاشياء يلي معقول تكون اجت يعني مثل ما قلنا من الحقول من تقلي او بطريقه مش كثير دايركت يعني بطريقه غير مباشره. مزبوط، خصوصا هون بالمطابخ، يعني انا اذا بدي اروح اشتري لنقول خبز، اوكي، وهيدا المحل اللي عم يصنع هيدا الخبز، اوكي، عم يصنع خبز عادي وخبز جلوتين فري،
هون بدي خاف انا اذا هن موجودين بنفس السكشن، بده يكون عندي تصنيع الخبز الجلوتين فري بسكشن كثير لحاله. وهون كمان الاوايل اللي بدها تستعمل، يعني انا اذا عم بكون جلوتين فري عم بستعمل الاشياء، ما بدي يكون عم بستعمل الاشياء اللي هي الملاعق البلاستيك، اما ملاعق الخشب، لانه حتى لو بالتنظيف عم يكون عم يعلق عليها هون القمح. فاما الاشياء اللي هي فيها جلوتين، فهون كمان نحن شو بدنا نستعمل كثير مهم. شغله ثانيه دائما قلت البهارات، حاول انه البهارات تكون عم باخذها معقمه خالصه مسكره، او اذا الاشياء اللي هي بخشب كن انا عم غسلها عم نشفها وبعدين كن عم بستعملها، لانه هون كمان اذا كان نفس الملقعه عم نحط البهارات فيها عم يصير في بنقول له كروس كونتامينيشن، وهيدا شغله كثير خطره لمريض الجلوتين. اكيد يعني بالنهايه الشخص يلي عنده هيدا المشكله بده يكون عم بيتابع وعم بيقرا وعم بيتابع يمكن مع اختصاصي على القليل باول فتره ليكون عارف شو بده ياكل مظبوط، مع اخصائيه التغذيه على الاكيد. طبعا ميرسي كثير لك رندا، بناخذ وقفه وعم نتابع من بعدها لايف.